السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى شباب في الدنيا؟ النهاردة هنتعلم ازاي نعمل قصص بأبسط طريقة وأدوات سهلة جدا. مثال على القصص دي: في يوم من الأيام كان هناك شاب يدعى علي، عاش في قرية صغيرة تحت أشعة الشمس الدافئة. كان يحلم دائما بالمغامرة واستكشاف العالم. دلوقتي احنا عايزين نطلع بقى الصوت بكفاءة عالية جدا، صور بكفاءة عالية جدا، سواء هتشتغل بفيديوهات او صور زي كده، تمام؟ الموضوع كله تحت ايدك انت، انا هدي لك الادوات. ولو نجح لك قناة واحدة بس قصص، انت مش هتحتاج تشتغل في اي حاجة تاني الا القناة دي، تمام؟ تعال نشوف كده ارباح القنوات اللي هي عبارة عن قصص، سواء اللي بيطلع بيحكي بنفسه او بيعمل قصص زي كده. هناخد اي حاجة كده عشوائية ونشوف القصص دي أرباحها كويسة تستاهل ولا لا. ودي كلها قنوات قصص، يعني هناخد أي حاجة عشوائية كده، كوبي لينك أدرس، تمام؟ هنروح على السوشيال بليد ونشوف أرباح القناة دي شهريا بتجيب كام. زي ما انتوا شايفين ادانا اسم القناة والإحصائيات بتاعتها، وقال لك القناة دي بتدخل متوسط 1200 دولار كل شهر، يعني راتب كويس جدا. طب تعال نشوف قناة تانية، هنحط اسم القناة هنا. لا، القناة اللي انا بحثت عليها دي، القناة دي عليها 18 مليون مشترك، يعني بتدخل 71 الف دولار في الشهر. لا يا عم، احنا مش عايزين الارقام دي، احنا عايزين قنوات عربية صغيرة، يعني قنوات قصص وحكايات دي مثلا. يعني بقول لك اطمع انت بقى وحقق حلمك في قناة زي كده، انيميشن كرتون قصص. تنزل بقى تحت شوية تشوف ارباح برضو متوسط 1200 دولار. الادوات اللي احنا هنستخدمها ايه عشان نبني قصة؟ الادوات طبعا رقم واحد، هتبدأ تعمل قناة يوتيوب. ازاي تعمل قناة يوتيوب؟ تدخل على اليوتيوب وتكريت قناة، ودي هسيب لك الرابط بتاعها، تمام؟ انا عندي قناة اصلا، ممكن اعمل قناة تانية جديدة اضافة قنوات، وهاجي هنا على كل القنوات اعمل انشاء قناة، وهسميها اي اسم انا عاوزه سواء بالعربي او بالانجليزي. عايز اعمل بقى صورة للقناة، كل اللي انا ممكن اعمله بدخل على موقع ليوناردو عشان اخد منه صورة حصرية. الموقع ده بيدي بديله انا اوامر، بيبني لي على الاوامر دي صورة من مخيلته. كل اللي مطلوب مني ان بعد ما اسجل حساب، على فكرة ممكن تسجل 10 حسابات، كل حساب بيدي لك 150 توكن كل يوم، التوكن بصورة، يعني 150 صورة، وممكن لو هتعمل تعديل على الصورة ممكن تاكل منك كمان 5 توكن 7 توكن حسب التعديل اللي انت عايز تعمله على نفس الصورة. طيب انا هاجي على الـ AI Image، ماشي، جنريت، توليد بالذكاء الاصطناعي. دي كلها صور انا مستخدمها قبل كده في قصص وفي حاجات تانية، بديله الاوامر هنا كده، ماشي، ولكن الاوامر دي انا بكتبها له عن طريق الشات جي بي تي او عن طريق جوجل ترجمة. يعني ممكن اكتب له ايه؟ قناة قصص شيقة، وباجي اخد الكلام يعني كوبي واحطه هنا، ولكن هنا بقى بقول له انا عايز صورة واحدة في كل مرة، او صورتين او ثلاثة او اربعة زي ما انا عايز، ولكن هكتفي بصورتين بس عشان مش عايز اضيع كل التوكن، وعايز اختار اقل حاجة اللي هي 512 عشان ده هيبقى رمز بس للقناة، تمام؟ مفروض 98 في 98 اصلا، ولكن بديله اقل حاجة. هيبدأ يولد لي الصور اللي انا عايزها، ماشي، واقول له قصص شيقة، واقول له مثلا كيدز. ممكن اجي اعمل الفصلة دي، تمام، عشان الصورة تبقى افضل، واكتب 3D حسب ما انت عايز بقى، تقول له 3D، تقول له كرتون، زي ما انت عايز، تمام جدا. ممكن تكتفي بالصورة دي كده، تعمل لها داونلود، دي انا شايفها ممتازة يعني. وتيجي هنا بقى ممكن تعمل ايه؟ تكبر المقاس او تدي له مقاس اكبر يعني، او على موقع كانفا وتعمل الصور اللي انت عايزها على موقع كانفا. برنامج كانفا او موقع كانفا جميل جدا جدا، تقدر تعمل منه صور وحاجات كتير جدا جدا، لسه شروحات جاية كتير. المهم انا خدت الصورة دي، هنيجي بقى هنا على قناة القصص. الاعدادات، العملة هتسيبها زي ما هي. الاقامة، انت مثلا في دولة عربية اكتب الدولة اللي انت تابع فيها، مصر. الكلمات الرئيسية هتجيبها منين؟ هسيب لك موقع يدي لك كلمات كويسة جدا، ولكن هجيب الكلمات دي من جوجل نفسها، من جوجل نفسه، لانه بيدي لك اكتر حاجة الناس بتدور عليها. ولكن انت هتيجي بعد كل كلمة هتكتب له العلامة دي اللي هي الفصلة دي. بعد كده هتيجي تاخد كل ده كوبي او انجليزي زي ما انت عايز، تمام، وبعد كده هتحطها له هنا كده. اعدادات متقدمة، هتقول لا اريد تصنيف هذه القناة انها غير مخصصة للاطفال. لو انت عايز تسيبها مخصصة للاطفال هيبقى عليها شوية قيود، ان هي ما تظهرش لاي حد كبير، فده بيبقى قيود، فانا بفضل
ان انت تعملها لا اريد. بعد كده هنضغط على الأهلية الاستخدام، الميزات المتوسطة، تمام، المتطلبات، هتعمل إثبات لرقم التليفون. خلاص كده عملنا إثبات ملكية، دي مش شرط ان انت تعملها خالص. عايز تعملها ان انت تعمل فيديو بنفسك او ترفع صورة او باسبور، وبعد كده خلاص كده القناة بتاعتك جاهزة. الاعدادات التلقائية للتحميل، لو انت عايز تعمل وصف ثابت لكل الفيديوهات، مستوى العرض طبعا هنعمله علني، علامات وصفية هناخد نفس العلامات دي، هنحط العلامات هنا والكلمات دي هنحطها هنا برضو. هنا اعدادات متقدمة، الفئة هنعملها افلام ورسوم متحركة او ترفيه، يا اما افلام يا اما ترفيه. وبعد كده هنعمل اللغة بتاعت الفيديو لو انت شغال باللغة العربية، عشان انت كده بتسهل على اليوتيوب الظهور بتاعك هيكون في منطقة ايه وفي بلد ايه، عشان فرصة ظهورك تظهر بشكل كويس جدا. لغة العنوان والوصف برضو العربية، تمام. وبعد كده بتعمل حفظ. كده انت عملت الاعدادات الاولية للقناة، هتعمل كده بقى تفتح القناة نفسها. القناة هتبقى بالمنظر ده معاك. ايه اللي انت هتعمله؟ هتعمل على تخصيص القناة، تضغط عليها اهلا بك في الاستوديو، هتقول له متابعة، هنا إغلاق. العلامة التجارية هتفتحها وتضغط على تحميل وتختار الصورة اللي انت عملتها على موقع ليوناردو اللي هي الطفل ده كده زي الفل. هنا الصورة بتاعت القناة نفسها ممكن تعملها على كانفا الأول، أو ممكن تحملها لو انت مجهزها يعني قبل كده، وبعد كده بتدوس على نشر. بعد كده هتيجي على المعلومات الأساسية، تضغط عليها قصص عبودة، هنا اسم المعرف، تمام، الوصف. هتفتح شات جي بي تي، فتح الحساب فيه سهل جدا، ممكن تشتري حساب او انت تفتح حساب. لو عايز حساب مخصوص عشانك ممكن تتواصل معايا، ادوات التواصل كلها تحت الفيديو، هعمل لك حساب مخصوص ليك انت. سند مسج، هقول له مثلا السلام عليكم، هيرد السلام دلوقتي، هقول له اكتب لي وصف مكون من 100 كلمة لقناة يوتيوب بتتكلم القصص الشيقة واسم القناة، وتحط له اسم القناة وتدوس على انتر. زي ما انتم شايفين كتب لي نموذج من 100 كلمة. هنعمل ايه؟ هناخد كل الكلام دوت ونرجع تاني للقناة بتاعتنا، هنحطها هنا، تمام، زي الفل. وبعد كده هندوس على نشر، تمام. كده القناة بتاعتنا شكلها اتغير، اسمها زي الفل، الاسم اهو، تمام. وهنا لو انت عايز بقى ايه تكتب اسم معين للقناة بتاعتك او معرف معين للقناة بتاعتك، هي اسمها قصص عبودة، هنسميها عبودة ستوري، تمام. هتدوس على نشر، تمام، زي الفل. كده القناة بتاعتنا جاهزة 100% على رفع الفيديو، تمام. طيب ايه الادوات اللي هنستخدمها؟ الادوات هي برنامج كامتازيا ستوديو، برنامج مايكروسوفت ايدج، برنامج اوديو سيتي، او اي برنامج تسجيل يا جماعة، سواء كامتازيا او استوديو، احنا هنحتاج نسجل الصوت بس وملف تكست نحط فيه القصة بتاعتنا، وطبعا برنامج شات جي بي تي وموقع ليوناردو بتاع الصور. هنيجي هنا كده لشات جي بي تي، في انواع كتير لكتابة القصة بشات جي بي تي، ولكن احنا هنعمل ابسط طريقة الاول وبعد كده هنطلع السلم واحدة واحدة. هنعمل ابسط طريقة لابسط قصة ممكن نبدأ بيها القناة بتاعتنا. هنقول له اريدك تكتب قصة مكونة من 10 فصول، كل فصل لديه الترجمة الخاصة به، تمام. وملاحظة، بلال هو بطل القصة، لو انا عايز اسمي البطل بتاع القصة. واقول له جنريت، بدأ يديني الفصل الاول ويديني الكلام ويديني الترجمة بتاعته، الفصل التاني الكلام ويديني الترجمة بتاعته، ولكن القصة دي كده هتديني من دقيقة ونص لثلاث دقايق مونتاج، يعني القصة هتطلع في النهاية ثلاث دقايق او دقيقتين ونص، يعني مش هتزيد عن ثلاث دقايق. ايه المطلوب مني؟ ان انا ازود القصة دي، خلينا نعملها الاول ثلاث دقايق وخلينا نطلع منها 8 دقايق وعشر دقايق لنفس القصة. ليه انا عملتها انجليزي؟ لان انا ممكن استغل نفس القصة في قناة قصص عربية وقناة قصص أجنبية، تمام؟ وده هيبقى مقبول، وده هيبقى مقبول مع شوية مونتاج خفيف ومختلف. خلينا ناخد بقى الكلام ده. كان هناك صبي يدعى بلال، عاش في قرية هادئة لطالما حلم بمغامرات خيالية. هنيجي ناخد الفصل الأول ده، لو أنا عايز أكبر القصة ممكن ياخد الفصل الأول وأقول له طيب ابني لي بقى قصة صغيرة عبارة عن الفصل الأول بس. الفصل الأول بداية الرحلة، بدأ يديني تفاصيل كتير عن بداية الرحلة دي،
قبل ما ندخل على الفصل التاني. وبكده نكون كبرنا القصة بتاعتنا، خليناها 5 دقايق 7 دقايق 8 دقايق زي ما انت عايز. لو انت اكتفيت خلاص زي الفل، لو انت ضغطت على continue هيطول معاك القصة او هيقولك انت كده هتدخل على الفصل التاني لقاء غير متوقع وهيكمل معاك القصة كل فصل بالتفاصيل بتاعته. حلو الكلام. انا ايه المطلوب مني بقى؟ التفاصيل الصغيرة دي اللي انا عملتها في الاول عشان ابني عليها الصور، والتفاصيل الكتير دي عشان ابني عليها الفويس اوفر بتاع القصة، الفويس اوفر اللي هو التعليق الصوتي. خلينا نجيب الصور الاول من اول الفصل الواحد ده، بداية الرحلة. الكلام هنا عربي طبعا، انا مش هلعب في اي حاجة، انا هاخد كده ايه الكلام ده كله واطلع على موقع ليوناردو او اي موقع تاني. بالمناسبة في مواقع كتير جدا، تمام، ممكن اسيبها لكم اسفل الفيديو، موقع ليكسيكا، وفي مواقع تانية كتير بتبني برضو صور بالذكاء الاصطناعي، ولكن بفضل ليوناردو، تمام، قريب قوي من ميد جيرني، ولكن برضو الموقع ده جميل جدا في النقاء بتاعه، في الجودة بتاعته، وفي يعني قريب قوي من ميد جيرني، تمام. هنحط بقى التفاصيل. تعالى نتفق على حاجة عشان يدينا نفس الصورة لكل فصل. يعني أنا اخترت الشخصية دي للقصة بتاعتي، ما ينفعش يديني صورة بشخصية تانية في نفس القصة، فأنا عايز حاجة اللي هو البرومت معين أشتغل عليه. يبقى هنا كده في قرية صغيرة شاب صغير أو طفل صغير يدعى. بعد البرومت ده انا هبني القصة بتاعتي، يعني في كل مرة هسيب دول ثابت وبعد كده ايه هديله التفاصيل اللي بعد كده اللي انا عايزها واقول له جينيريت، وانا ممكن في الاخر برضو اكتب له كرتون او 3D. هعمل العلامة دي اللي هي علامة الفصلة واكتب 3D او كرتون زي ما انت عايز، وبتعمل جينيريت في كل مرة بتعمل صورة او صورتين. انا بفضل اعمل صورة واحدة عشان استفيد باكبر عدد ممكن من الصور، ومفروض بختار بالمقاس ده اللي هو 1024x768. اداني صورتين، الصورة دي اقرب شوية، تمام، فهاجي اعمل داونلود، وطبعا الصورة اللي انا باخدها اللي انا بنزلها برقمها برقم 1، هاخدها كده كت حطها على الديسكتوب او في ملف فولدر جديد صورة رقم 1. حلو الكلام. هروح بقى اخد التفاصيل التانية وهاجي هنا كده بعد كلمة فيليج، تمام، هشيل كل التفاصيل دي لغاية 3D، تمام، وبعد كده هحط وادوس جينيريت. لاحظوا معايا نفس الشخص ده، هو ده هو ده، ودي حركة وتركاية بسيطة جدا جدا تقدر تطلع نفس الصورة ونفس الشخصية في أكتر من مشهد. في ناس قابلتهم المشاكل دي كتير وما حدش يعرف المشكلة دي، فأنا البرومت الثابت دوت اللي هيطلع لك نفس الشخصية بتفاصيل انت بتديها له، تفاصيل مختلفة. فأنا بفضل مثلا يعني مثلا أقرب برضو شكل الاتنين واحد أصلا، بس الصورة دي تقريبا كويسة أكتر، تمام. هنضغط داونلود وطبعا هناخد الصورة تاني رينيم رقم 2، هنحطها هنا بسط. هناخد كمان صورة ومش هنطول عليكم أكتر من كده، هناخد كمان صورة وبعد كده هندخل على أساس إن القصة التلات فصول دول بس. نطلع تاني البرومت بتاعنا طبعا من أول فيليج لغاية 3D، هنشيل كل التفاصيل دي وهنحط بقى التفاصيل بتاعتنا الجديدة وهنعمل جينيريت. طبعا هنا مخليه يختار لي صورتين بس، تمام، لو انا ممكن اقول له 4 يديني 4 تفاصيل لاربع صور، 3 تفاصيل لثلاث صور وهكذا. انا غالبا بعمل واحدة بس كمان نفس الشخصية يا جماعة، عشان انا لو بعمل كتاب او بعمل قصة ودوت هتطرق لي في حلقات تانية بعد كده، اللي متابع معايا هيستفيد من الكلام ده. هناخد مثلا الشخصية بتاعت المركب دي تفاصيلها اكتر، تمام، نعمل داونلود ونيجي هنا كده هنفتح الفولدر هنسميه 3 صورة رقم 3، ماشي كت. هنفتح الفولدر التاني بتاع الصور هنحط الايه الصورة. حلو. هنيجي بقى نعمل ايه يا جماعة؟ هنيجي ناخد القصة كلها كده، بقولك سأكمل القصة في الرد القادم، هنعمل كونتينيو عشان يعمل لنا القصة كلها بقى باللغة العربية بقى. هو لغاية هنا كده هنيجي ناخد العنوان كده بتاع
بتاع الفصل نفسه هنيجي على جوجل هنحطه كده وننزل تحت بقى ايه الفصل التاني هنسيبه دلوقتي هندخل ناخد التفاصيل. تمام هو كده خلص نهاية القصة خلاص. تمام المطلوب ان احنا هنيجي ناخد القصة دي كده نيجي ناخد ده كله كده هنفتح جوجل ونحط الايه القصة كلها كده ونبدأ بقى نظبطها. تمام هنا كده تمام هنيجي ناخد بس عناوين يا جماعة عناوين القصة يا القصة بس هتتعبك كل قصة ممكن تاخد منك نص ساعة شغل ساعة شغل يعني انت لو اشتغلت 5-6 ساعات كل يوم هتطلع ب5-6 قصص واكتر كمان عن تجربة كل يوم ترفعهم على القناة على اخر الشهر هتلاقي معاك 100 قصة 150 قصة تفعل القناة تبيع قناة تشتغل بالقناة زي ما انت عايز. تمام هنيجي ناخد بقى العناوين دي كده ماشي عنوان كده ونحطه هنا كده هنيجي ناخد الفصل التاني نحطه هنا كده اهو الفصل التاني بس كده يعني تفصيلت الايه الفصل نفسه. وانا عشان يا جماعة يعني عملت كونتينيو على طول مفروض اعمل الفصل التالت ماشي واخد الكلام ده يعني ايه المطلوب مني ان انا اجي اخد دول كده واحطه له هنا هيديني الفصل بالكلام اللي موجود. تمام ولكن هي عدتني ولكن ملحوقة يعني انتوا فاهمين انا بعمل ايه. تمام هنيجي هنا ناخد الفصل التالت هنحط الكلام تحتيه الفصل التالت اهو تمام الفصل الرابع وهكذا. احنا اتفقنا على 3 فصول بس عشان ما نطولش الفيديو هنيجي نعمل ايه هنشيل كده بداية الرحلة الكلام ده كله بقى هنيجي نعمل ايه ممكن عشان ما تتوهش نفسك هتاخد فصل فصل الفصل الاولاني كده ماشي هتيجي تحط ملف تكست زي كده ماشي وتسميه الفصل الاول او الفصل الثاني او هي دي على قد الفصل الاول وتعمل كلوز سيف. الاداة التانية بتاعتنا مايكروسوفت ايدج هتفتحه هتجيبه كده على جنب. طبعا القصة بتاعتنا هنا كده المطلوب ان احنا هنشد الملف ده كده نحطه فوق هنا كده او في التابة دي يعني شوف مكان ما انا واقف كده هتسيب هيعلم معاك هيفتح معاك بالشكل ده. تمام المطلوب ان انت هيكون معاك الاداة التانية بتاعة تسجيل الصوت. تمام طيب قبل ما اسجل الصوت لازم اعمل شوية حاجات كده اظبط بيها الصوت اللي بيقرأ القصة. طيب هنقرأ القصة ازاي بقى هنيجي نضغط على علامة الايه دي اللي هي ريد ماشي هنضغط كان هناك صبي صغير يدعى بلال عاش في قرية هادئة لطالما حلم بمغامرات خيالية بدأ بلال رحلته المثيرة بالخروج من قريته الصغيرة كانت حقائبه ممتلئة بالمؤن والمعدات الأساسية كانت عيناه تلمعان بالحماس والشجاعة وهو يخطو خطواته الأولى في هذه المغامرة المجهولة ترك وراءه مناظر الجبال الخضراء والمروج للخصبة وغمر نفسه في عالم من المحيطات الشاسعة ومع كل موجة تضرب قاربة زاد إصرار بلال على متابعة رحلته. طبعا زي ما انتم شايفين الصوت يكاد يكون حقيقي تمام مش هقولك حقيقي بنسبة 100% ولكن حقيقي بنسبة 90%. تمام هنا كده الفويس اوبشن هتختارها ماشي لو انت عايز الكلام دوت بصوت اي حد تاني في انجليزي في عربي طبعا هنا اصوات كتير يا جماعة موجودة تمام انت هتختار اللغة العربية تمام لان اللغة اساسا عربي. هنا كده لهجات كتير عربي وعراقي واردني وكويتي فانت هتشوف اقرب حاجة للصوت وتشغله. كان هناك صبي صغير يدعى بلال ده كده تقريبا جزائري تقريبا الجيريا تمام فاحنا هنختار مصري وشاكر انا بفضل شاكر دايما في الاصوات. تمام وبعد كده هنتعلم ازاي نغير الاصوات بطريقة سهلة وبسيطة. بلال عاش في قرية هادئة لطالما حلم. طيب حلو الكلام وانا عايز الصوت ده اعمل ايه حاجة من الاتنين يا اما برنامج كامتازيا ستوديو او اي برنامج تسجيل عندك تقدر تسجل بالصوت وهو شغال بس قبل اي حاجة تعمل ريفرش قبل ما تسجل. انا عندي برنامج بسيط جدا اللي هو اوديو سيتي ده وممكن اغير منه الصوت واسرع الصوت واعمل اي حاجة فيه اضغط على الايقونة دي يعني هو كده بيسجل حتى بيسجل الكلام اللي انا بقوله اهو واروح جاي مايكروسوفت ايدج تاني هفتحه تمام واضغط على الايقونة واسيب البرنامج يسجل. كان هناك صبي صغير يدعى بلال عاش في قرية هادئة لطالما حلم بمغامرات خيالية بدأ بلال رحلته المثيرة بالخروج من قريته الصغيرة طبعا كده القصة خلصت يا جماعة فاحنا هنعمل ايه بقى هنيجي على العلامة دي اللي هي تحت فيو دي اللي هي ستوب وهنعمل ستوب تمام هنقفل ده كده طبعا الكلام اللي احنا سجلناه هنيجي هنا كده ونشغل كان هناك صغير يدعى بلال عاش في قرية
طبعا البرنامج ده فيه حاجات وإفكتات كتير جدا، يعني تقدر تعمل حاجات كتير وتعديلات كتير على الصوت من البرنامج ده، ولكن انا في حلقة مخصوص للبرنامج ده عملها قبل كده، هسيبها لك اسفل الفيديو لو انت عايز تغير الصوت او تعمل اي إفكتات في الصوت. تمام. طيب انا كده خلاص الصوت كده زي الفول بالنسبة لي، عايز اصدره هاجي على الفايل من هنا اكسبورت، اكسبورت از ام بي 3. تمام. عايز احفظه مثلا على الديسكتوب وادوس على سيف، بعد كده اوكي قال لك الصوت اهو، نيجي نشغله. كان هناك صغير يوضع بلال عاش في قرية ناجئة، لطالما حلم بمغامرات خيالية بدأ بلال رحلته المثيرة بالخروج من قريته الصغيرة. حلو الكلام. طيب يبقى احنا كده معانا الملف الصوتي ومعانا الصور. تمام. ايه المطلوب بقى بعد كده؟ المطلوب حاجة بسيطة جدا، هتفتح برنامج، اي برنامج مونتاج عندك. تمام. كامتازيا ستوديو، ده برنامج كامتازيا ستوديو. تمام. ولكن انا بفضل حاجة بسيطة جدا هقول لكم عليها، في عندي هنا برنامج اسمه برو شو جولد، ده هحاول ارفعه لكم واسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو، برنامج مفعل بالكامل. المطلوب من البرنامج دوت هتيجي هنا كده، البرنامج ده كان شغال عليه اكبر قنوات زي هل تعلم ومتع عقلك اول ما بدأوا. تمام. هتيجي على النيو فولدر دوت، تمام، تفتحه والثلاث صور دول هتسحبهم كده مشكورا. تمام جدا. هتخلي مثلا الصورة هنا كده بيديلك الثلاث صور جنب بعض، نيجي نشغلهم بيديلك الصورة عادية جدا. هتخلي الصورة الاولانية مثلا 8 ثواني. تمام. وهنا كده 8 ثواني، ما تخليش الصورة اكتر من 8 ثواني، يعني من 5 ل 8 كويس. طيب الصورة كده مدتها 8 ثواني، طب عايزين نعمل عليها ايه بقى؟ هنيجي نضغط على الصورة مرتين، وهنا بيقول لك في افكتات كتير. طبعا النسخة اللي عندي قديمة، فانا احاول اشوف لكم النسخة الجديدة. النسخ الجديدة فيها حاجات تانية كتير وفيها ستايلات كتير، هنشوف ستايل بقى من الستايلات اللي موجودة دي كده. تعال نشوف ستايل ده كده هيخلي الصورة شكلها عاملة ازاي. خلي الصورة اللي هي ثابتة عبارة عن فيديو. تمام. خلينا نشوف افكت تاني. هنا لو عايز تحط كلام او ترجمة او اي حاجة، انا عامة بجيب الموشن 3D بختاره من هنا، بديني شوية افكتات حلوة بشتغل عليها زي كده او زي كده. تمام. وبرضو في افكتات تحت كتير. تمام. فانا هعمل ايه؟ هاجي اختار مثلا افكت زي اللي انا اخترته ده واضغط على اوكي او على الافكت مرتين واقول له اوكي، وبعد كده بقول له اوكي. انا لو معايا قصة فيها صور كتير جدا، 20-30 صورة حاجة زي كده، تمام، على بال ما اعمل فيديوهات لو انا عايز ابدأ بصور، يعني اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، هنيجي ناخد كده كليك يمين على الصورة اللي انا عملت فيها الافكت، واخد كوبي افكت، وبعد كده كوبي سلايد style to all slide، يعني انا عايز انقل الافكت اللي انا اخترته ده لكل الصور اللي بعد كده. هيقول لي متأكد؟ هقول له ايه. طيب تعال نشغل بقى كده. طبعا انا عشان عامل الصورة 8 ثواني هيعدوا على طول اهو، وهيدخل على الصورة التانية، نقل على الصورة التانية، بس النقلة ممكن مش عجباني، ممكن تيجي على النقلة من هنا كده، هتلاقي النقلات ما بين الصورة والتانية في حاجات كتير جدا ممكن تخلي الفيديو بتاعك اكثر احترافية، وحاجة جميلة جدا جدا. البرامج دي اصلا برامج قديمة جدا، ولكن احنا بنستغل الذكاء الاصطناعي مع البرامج ديت عشان نستفيد بكل حاجة، نستفيد باكبر افكتات ممكنة، يعني او صورة صغيرة لشكل النقلات. يعني المشهد ده ممكن عجبني شوية، تعال نشوفه، هندوس ابلاي، بعد ما الصوره تخلص هنشوف النقله بقت عامله ازاي، كانه كتاب واتقلب كده. ماشي. طيب خلاص كده انا خلصت الفيديو بتاعي، المفروض ان انا اعمل ايه؟ باجي على ببلش من هنا وبضغط على فيديو فايل من هنا كده، هنا بقول لي انت عايزه بجوده ايه، هقول له مثلا فول اتش دي. تمام. وبعد كده بقول لي عايز تحفظه فين، هقول له على الديسكتوب، وبعد كده سيف. هو الريندر بتاعه سريع يا جماعة، مش بياخد وقت كتير. قال لي خلاص this video encoding is complete، هقول له اوكي. هقفل بقى البرنامج ده، مش عايزه، don't save. البرو شو الفيديو اهو، تمام زي الفل. هنيجي نسحب ملف الصوت وملف الفيديو. ملف الصوت طبعا هنخليه تحت في الخلفية، وطبعا الفيديو هنا كده. تعال نسمع كده. كيف صغير صغير يوضع بلال عاش في قرية ناجئة، لطالما حلم بمغامرات خيالية بدأ بلال رحلته المثيرة بالخروج من قريته الصغيرة. كانت حقائبه ممتلئة بالمؤن والمعدات الأساسية،
كانت علامة المعاني بالحماس والشجاعة وهو يخطو خطوته الأولى في هذه المغامرة المجهولة. ترك وراءه مناظر الجبال الخضراء والورود الخصبة وغمر نفسه في عالم من المحيطات الشاسعة. طبعا كل فصل بالصور بتاعته. انا بقى اعمل ايه يعني بعد ما خلصت؟ نفترض ان انا كده خلصت القصه بتاعتي بالصور بتاعتي، المطلوب ان انا اعمله مشكورا، هتيجي على شير من دي هنا كده على شير، وهتصدر الفيديو بتاعك. برضو الصور والفيديوهات دي بسيطه جدا، ما بتاخدش وقت في الريندر او المونتاج، وهنبدا نرفعها بدون اي مشاكل او بدون اي حقوق على يوتيوب. هنشوف ده دلوقتي بنفسنا. القصة خلصت معايا لو انا جيت اشغل كده. فتى صغير صغير يدعى بلال عاش في قرية هادئة. تمام زي الفل. مطلوب مني بقى ان انا ارفع الفيديو ده عشان اشوف عليه حقوق ولا لا، ولا في اي مشكلة. هسحب القصة كده على قناة اليوتيوب او اختارها. طبعا هنا كده اسم القصة. طيب عايز اعمل اسم القصة والوصف والكلام ده كله. الموضوع بسيط جدا، ممكن اجي بعد ما القصة كده شات جي بي تي خلصها لي، تمام، اجي اعمل ايه؟ اقول له لازم اشجع شات جي بي تي برضو عشان يساعدني اكتر. ممتاز، ولكن اريد ان تقترح لي اسم للقصة. وممكن تقول له أريد أن تقترح لي اسم أو اسمين أو ثلاث أسماء للقصة، وتدوس على انتر أو سند. أو بالطبع سيقترح عليك اسم القصة. ماشي، ممكن تقول له أريد آخر للقصة لو الاسم مش عجبك. يعني ممكن تاخد بقى اسمين، كنز الصداقة، مغامرات ليو بلال. ممكن أنا أخد الاسم التاني ده في مثلا سر الجزيرة الضائعة، يعني في فضول يعني أكتر. تمام، وممكن أجي أخد أضم برضو نفس الكلمة الأولانية اللي هي كنز الصداقة. كنز الصداقة دي ممكن أضيفها في الآخر خالص. ماشي، أروح أعمل أي علامة كده، العلامة اللي هي اللي واقفة دي، وبعد كده كنز الصداقة. كده الاسم زي الفل. هاجي على شات جي بي تي تاني وأقول له أريد للقصة، ماشي، وصف من 200 كلمة مثلا في قصة سر الجزيرة الضائعة رحلة بلال. هيقول لك الوصف ده ممتاز زي الفل. هنعمل ايه؟ هنيجي ناخده كده كوبي، هنطلع على الوصف من هنا كده فوق بقى الكلام اللي احنا كنا عاملينه في اول الدنيا كده خالص. فاول ما بدأنا الحلقة هنحط الوصف بتاعنا. لو انا بقى عايز اعمل كلمات دلالية كمان، في مواقع كتير بتعمل كده، ولكن كده كده عاملها من الاول اللي هي الريال ستوري دي. تمام، وبعد كده عايز تحمل صورة، ماشي، بس قبل ما تاخد الصورة بتاعتك تعمل لها ايديت الاول من هنا كده، وهنا الريسايز او اي برنامج فوتوشوب اي برنامج، او تعمل صورة مخصوص، ماشي، 1280 وتحت هنخليها 720. تمام، وهندوس انتر وبعد كده سيف، وبعد كده نقفل ونختار الصورة عادي بدون اي مشكلة، هتحمل معانا. هنا لو حابب تعمل قائمة تشغيل كده تشتغل ورا بعض، قصص ورا بعض، ودي انا بفضلها. مثلا هنعمل انشاء قائمة تشغيل، قائمة تشغيل جديدة، هنكتب قصص عبودة، وبرضو الوصف نفس الكلام، او تاخد وصف القناة برضو مفيش مشكلة، والمستوى العرض علني، وبعد كده انشاء. تمام، يبقى احنا كده عملنا الوصف والكلمات الدلالية وكل حاجة للفيديو. عرض المزيد هنا كده الكلمات اهي، وهنا هتكتب بس ايه العنوان بتاعك كده على مرتين عشان اللي يبحث على القصة دي بعد كده لو عجبته يلاقيها بسرعة. وبكده الموضوع بسيط جدا جدا. بعد ما التحميل يخلص هنشوف بس عليها حقوق ولا لا. تمام كده يا جماعة، قالك اكتملت عمليات التحكم. هنا كده هاجي على عناصر الفيديو. لو انت حابب تعمل ترجمة للفيديو، انا سايب حلقة للموضوع ده مخصوص، ممكن اسيبها لك اسفل الفيديو. لو نسيت اسيبها لك ممكن تبحث في القناة وهتلاقيها. اضافة شاشة النهاية، ممكن اجي اعمل اضافة من هنا كده، ماشي، واختار شكل معين كده، وهنا كده المجموعة دي هحذفها واضيف عنصر جديد فيديو. تمام، وهسيب مثلا احدث فيديو او اختيار فيديو معين لو انا عامل فيديوهات كتير، او الافضل للمشاهد برضو لو انا عامل فيديوهات كتير، وادوس على حفظ، وبعد كده التالي، وبعد كده مستوى العرض. طبعا حقوق الطبع والنشر هي خلاص كده مش عليها حاجة. التالي برضو طبعا مستوى العرض علني، هندوس نشر. تمام كده عمليات التحقق اللي هي حقوق الطبع والنشر مفيش اي مشكلة خالص، ما من قيود مفروضة، الموضوع بسيط جدا. وبكده تبقى بدأت في اول قناة ليك قصص. ممكن تبدأ في التيك توك، ممكن تبدأ في الفيسبوك ريلز، زي ما انت عايز. لطالما حلم بمغامرات خيالية بدأ بلال رحلته المثيرة بالخروج من قريته الصغيرة. كانت حقائبه ممتلئة بالمؤن والمعدات الأساسية،
طولت عليكم يا جماعة معلش، ولكن كل تفصيلة في ناس بتبقى محتاجاها. وبكده نكون هنا حلقتنا قناة قصص أطفال. دي مش نهاية المطاف ولا حاجة، في بعد كده ليفل أعلى، ليفل أعلى في القصص، ولكن واحدة واحدة عشان المبتدئين. كنت معاكم سيد نعيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.